بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال حديثنا في باب الاشاره والنص على ابي جعفر الثاني الامام الجواد عليه السلام من كتاب الكافي الشريف وهذا الباب يتضمن النص الصريح على امامته او الاشاره الى امامته او بيان فضائل له تدل بالالتزام على امامته الحديث الثامن من احاديث هذا الباب عن الحسن بن الجهم قال كنت مع أبي الحسن يعني الرضا عليه السلام جالساً فدعا بابنه وهو صغير فأجلسه في حجري فقال لي جرده وانزع قميصه فنزعته فقال لي انظر بين كتفيه فنظرت فإذا في أحد كتفيه شبيه بالخاتم داخل في اللحم ثم قال أترى هذا؟ كان مثله في هذا الموضع من ابي من المعروف والذي اشتهر بين الخاصه والعامه وفيه روايات كثيره ان رسول الله صلى الله عليه واله كان بين كتفيه خاتم النبوه يعني هناك علامة بين كتفيه، وهذه العلامة كالخاتم مضروب في اللحم، ومكتوب عليه كتابة تدل على نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وقد رأى هذا الخاتم بعضا من الناس في صغر رسول الله صلى الله عليه وآله. ومنهم بحيرة الراهب الذي التقى برسول الله صلى الله عليه واله، وهو صبي مع قافلة كان فيها أبو طالب، هذه القافلة خرجت للتجارة من مكة إلى الشام، وبحيرة حينما رأى أوصاف الرسول صلى الله عليه واله، ورأى بعضاً من كراماته أذعن بأنه هو الذي بشر به في الكتب السابقة، وبقي حيا إلى حين بعث الله رسوله فآمن به، ولكن لم يلتقِ بعد ذلك برسول الله صلى الله عليه واله،, وآله وخاتم النبوة البعض قال إنه شعر، لكن شعر نابت بكيفية هذه الكيفية كتابة، والبعض قال إنه أثر في اللحم كالخال مثلا، لكن مكتوب، وفي بعض الروايات كما يروي ابن شهر آشوب في المناقب، أنه مكتوب عليه على خاتم النبوة في كتف رسول الله صلى الله عليه واله أو بين كتفيه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. توجه حيث شئت فأنت منصور وحينما كان يكشف رسول الله صلى الله عليه وآله عن بين كتفيه كان يشع من هذا الخاتم نور يغطي على سائر الأنوار هذا الحديث الشريف الذي تلوناه الآن يدل على أن للائمة عليهم الصلاة والسلام او لبعضهم خاتم على كتفهم يشبه خاتم رسول الله صلى الله عليه واله، وهو من علائم الامامة، والائمة كانوا قد يظهرون هذا الخاتم من اولادهم الائمة من بعدهم حينما كانوا صغارا، هذا الحديث يدل على ان الحسن ابن الجهم التقى بالامام الرضا عليه الصلاه والسلام، وكان الامام الجواد صغيرا، لانه كما ذكرنا فيما مضى ان الامام الجواد ولد في كبر الامام الرضا، والامام الرضا خرج الى خراسان وبقي فيها ما يقارب خمس سنوات الى استشهاده ولم يرى خلال هذه الفترة الإمام الجواد لم يلتقي لا الإمام الرضا رجع إلى المدينة ولا الإمام الجواد ذهب إلى خراسان إلا في لحظة احتضار واستشهاد الإمام الرضا بطريقة إعجازية طي الأرض وبطي الأرض جاء الإمام الجواد لكن ما خلا هذه اللحظة في الظاهر لم يكن هناك لقاء بينهما، يعني الإمام الرضا خرج من المدينة وعمر الإمام الجواد إما خمس سنوات أو أقل من خمس سنوات، فالقضية تكون حينما الإمام الجواد كان صغيراً في الظاهر، فالإمام الرضا طلب الإمام الجواد دعاه وهو صغير، فأجلسه في حجري فقال لي جرده وانزع قميصه الثوب الذي على بدنه هذا القميص انزعه حتى يشوف خاتم الامامه فنظرت فاذا في احد كتفيه شبيه بالخاتم لانه مثلا في اللحم اذا واحد يريد ياثر اثر باقي ماذا يصنعون يصنعون خاتم من حديد ثم يحمون هذا الحات خاتم ويضعونه على اللحم فيؤثر اثره اثرا باقيا هذا الخاتم ال الذي يتعارف في الاجسام ال الراوي يقول شبيه بالخاتم مو هو خاتم كانه مثلا خاتم حديد لا فشيء طبيعي باراده ربانيه داخل في اللحم يعني مؤثر في اللحم مو فتشي مكتوب ظاهر مثلاً أو مو شعر لا داخل في اللحم هسه شنو مكتوب فيه لم ينقله هذا الراوي ثم قال أترى هذا كان مثله في هذا الموضع من أبي يعني الإمام الكاظم أيضا كان له خاتم الإمام بس هذا الخاتم اما لكل الائمه او لبعضهم لا نعلم لانه المقدار الذي في هذه الروايه ان الامام الكاظم والامام الجواد كان لهما هذا الخاتم، وهذا من الاعجاز الرباني لتقويه قلوب بعض المؤمنين، لانه كما ذكرنا العلائم تكشف وهذا الكشف يكون تقويه لقلوب المؤمنين او ارشاد لهم يعني واحد الله يريد يهدي يهديه عن طريق هذه العلائم لان الله سبحانه وتعالى اذا اراد هدايه احد يهديه تاره مباشره يهديه وتاره يهديه عبر وسايط اما الوسائط نبي او امام أو لا بعض الأمور التكوينية أو غير التكوينية حديث آخر الحديث التاسع عن أبي يحيى الصنعاني قال كنت عند أبي الحسن الرضا عليه السلام فجيء بابنه أبي جعفر عليه السلام وهو صغير فقال هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه ذكرنا فيما مضى أيضا أن الواقفة الذين ادعوا أن الإمام الكاظم لم يمت وأنه هو المهدي طبقوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله على الإمام الكاظم، لماذا؟ طمعا في الأموال التي تكدست عندهم لأن الإمام الكاظم كان مسجوناً فتكدست أموال الإمام عند هؤلاء من أملاكه أو من غير ذلك من صلات الشيعة له، فتكدست الأموال عندهم، وسنين سجن الإمام الكاظم طالت، وهذه الأموال كثرت فطمعوا في هذه الاموال، فانكروا امامة الامام الرضا عليه الصلاه والسلام طمعا في هذا المال، لانه اذا اقروا بان الامام الكاظم مات توفي مسموما وان الرضا هو الامام من بعده يضطرون بتسليم هذه الاموال له، لكن حينما يدعون ان الامام الكاظم حي زين الاموال امانه عندنا الى ان يظهر ونسلمه الاموال يقصفون بها فاختلقوا بذلك مذهبا وكان من ادلتهم ان الامام الرضا ليس له ولد اذا هو امام والأئمة 12 الامام السا... الامام الرضا هو الامام الثامن زين شلون يكون امام وهو عقيم ما عنده ذريه ولا ترجع الإمامة إلى أخوين، ولا ترجع إلى عم، كما اشتهر في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بعد الحسن والحسين لا يوجد إمامان هما أخوان، وما ترجع من واحد إلى عمه، وإنما هي من أب إلى ابن، هذا كان من أقوى أدلة الواقفة. وتأخر ميلاد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام إلى أكثر من عشر سنوات من بعد إمامة الإمام الرضا. فلما ولد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام بطلت حجة الواقفة. وهم كانوا يركزون على هذه الحجة. فبميلاده الله سبحانه وتعالى هدى كثيرا من الناس نفس الميلاد. وابطل مذهبا، ولذا مذهب الواقفة بعد ذلك بالتدريج انقرض، لأن حجته الأساسية بطلت، وكثير من الواقفة رجعوا عن وقفهم، وكان فيهم بعض الناس الأجلاء لكن انخدعوا بما كان يقوله الواقفة، شبهة كانت قوية، الله سبحانه وتعالى دحض هذه الحجة. للواقف بنفس المولد، لذا الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يقول هذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم بركه على شيعتنا منه، لان الشيعه انحرف كثير منهم، فانكروا امامه الامام الرضا، واللي ينكر امامه امام واحد هو مثل من انكر امامه جميع الائمه، في حديث مر انه من انكر امامه الامام الرضا كمن انكر امامه الامام امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام لان الدين وحده متكامله اليوم اكملت لكم دينكم هذه الوحده المتكامله اذا جزء من اجزائها الانسان ما يعتقد به فهذا لا دين له لذا الله سبحانه وتعالى في يوم الغدير حينما انزل على الرسول الايه ماذا يقول؟ يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، انت 23 سنه تبلغ رسالات الله، اذا هذا الجزء ما بلغته فكانه لم تبلغ شيئا، فاذا اي واحد ما يعتقد بامام من الائمه هذا كمن لم يعتقد باي امام من الائمه. كذلك في النبوة، إذا واحد يعتقد بنبوة جميع الأنبياء من آدم إلى رسول الله محمد صلى الله عليه واله، لكنه لم يعتقد بإمامة عيسى، بنبوة عيسى، هذا الإنسان كأنه لم يؤمن بنبوة أي نبي من الأنبياء. لا نفرق بين أحد من رسله. إذا واحد لا يعتقد بنبوة إبراهيم هذا إنسان كافر حتى لو اعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه واله. فلذلك الذين كانوا يتشيعون من شيعة أمير المؤمنين إلى الإمام الكاظم هؤلاء إذا لم يعتقدوا بإمامة الإمام الرضا فكأنهم لم يعتقدوا بإمامة أمير المؤمنين. ولا ولم يعتقدوا بامامه الامام الحسن ولا بامامه الامام الحسين وهكذا. لذا حينما ولد الامام الجواد وبطلت حجه الواقفه هؤلاء الشيعه الذين كانوا لم يؤمنوا بامامه الامام الرضا كثير منهم رجعوا وذكرنا ان فيهم كان الاجلاء مثل البزنطي ومثل الوشاء وغيره كثيرون في كتب الرجال ذُكرت اساميهم كانوا من الواقفة ورجعوا لما زالت الشبهة عنهم ولما رأوا آيات إمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، طبعا في هذا الحديث ذكر الشراح احتمالات مختلفة من جملتها أن إمامته كانت في الصغر في السابعة أو التاسعة من عمره، فحينما كانوا يأتون ويسألونه أسئلة ويجيبهم عن تلك الأسئلة، إجابة عالم مطلع، هذا كان يزيدهم اعتقادا، ولعله من حكم الله سبحانه وتعالى في إمامة الإمام الجواد وهو صغير، هو هذا يعني واحد كبير يكون عالم الناس يجون يسألوه يعرف الجواب يجيبهم بما يقنعهم هذا أمر طبيعي خاصة بالنسبة إلى عامة الناس لكن واحد عمره سبع سنوات أو تسع سنوات تجي تسأله عن مسائل مختلفة يسأله العلماء عن مسائل مختلفة فيجيبهم إجابة صحيحة شافية وافية في مجلس واحد طبعا المجلس واحد يعني مو في ساعة واحدة في قعدة واحدة، لا يمكن هذا المجلس طال لأيام، عشرة أيام أو أكثر، سألوا الإمام الجواد ثلاثين ألف مسألة، والإمام عليه الصلاة والسلام يجيبهم عن هذه المسائل بالأجوبة الصحيحة الوافية الشافية، وهو في الظاهر طفل. هذا يثبت الايمان في قلوب الناس. لأن الناس قسمين، يعني قسم علماء اتقياء، هؤلاء ايمانهم يثبت بالادله. قسم اخر لا عامة الناس، عامة الناس هؤلاء بعض المسائل الظاهريه هي التي تثبت ايمانهم، يعني معاجز مع الانبياء الناس كانوا يشوفوها بعيونهم، يشوف عصا موسى بعينه، فيؤمن بها كذلك هذه الامور انه واحد صغير يجيب عن مسائل صعبه في مختلف المواضيع هذا يكشف عن انه هذا مو انسان عادي هذا ايضا تثبيت لامامه هؤلاء في زمن الامام الجواد وطبعا في زمن الامام الجواد كان فتره رخاء لانه المأمون العباسي كان متخذ سياسة سياسة اللين مع الشيعة، وبعد أن سمى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام واتهمه الناس بأنه قتل الإمام الرضا، وهو كان ينكر ذلك، استمر في سياسة اللين مع الشيعة ومع الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومع الإمام الجواد بالخصوص. مع الإمام الجواد بالخصوص استمر في هذه السياسة ولذلك زوجه بنته أم الفضل كان يريد يدعي أنه لا أنا علاقتي مع هؤلاء علاقة جيدة وينفي تهمة قتل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عن نفسه فلذلك سياسته كانت بطريقة أنه يفسح المجال فالشيعة في فترته كانوا في راح الى ان جاء المعتصم شويه استمر في سياسه المامون لكن بعد ذلك دس السم الى الامام الجواد فقتله مسموما وبدا بالضغط على الشيعة وبعد المعتصم اجى الواثق والواثق فتره قصيره حكم وبعده لما مات جاء المتوكل فبدات السياسه الخبيثه والتشديد والضغط الشديد والقضايا معروفه فيما حدث في زمان المتوكل على كل حال ولادته كانت خير وبركه للشيعه وطبعا لا احد بركته توازي بركه الامام المعصوم لان الله سبحانه وتعالى جعل الامام المعصوم واسطه بينه وبين الناس في بيان الاحكام وايضا واسطه تكوينيه بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشيء في وجود الامام ولولا الحجه لساخت الارض باهلها الحديث العاشر من احاديث هذا الباب عن صفوان ابن يحيى وهذا كان من اجلاء اصحاب الامام الرضا عليه الصلاه والسلام. قال قلت للرضا عليه السلام قد كنا نسالك في قبل ان يهب يهب الله لك ابا جعفر عليه السلام فكنت تقول يهب الله لي غلاما فقد وهبه الله لك فأقر عيوننا فلا أران الله يومك فان كان كون فالى من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر وهو قائم بين يديه فقلت جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين فقال وما يضره من ذلك فقد قام عيسى عليه السلام بالحجة وهو ابن ثلاث سنين هذا الحديث صفوان ابن يحيى وكان من أجلاء أصحاب الإمام الرضا قبل ميلاد الإمام الجواد كان يسأل الإمام الرضا أنه من الإمام من بعدك الإمام كان يقول سيهب الله لي ولدا هذا الولد سيكون الإمام من بعدي بعد سنوات ولد الإمام الجواد الآن نسألك منو الامام من بعدك يعني نفس هذا لو غيره يعني الله سبحانه وتعالى يرزقك اولاد اخرين مثلا او كان يستغرب الامام الجواد صغير كيف يكون اماما يمكن غيره هو الامام مثلا اخ عام للامام الرضا عليه الصلاه والسلام الامام الرضا يقول اشار الى ابي جعفر الجواد قال هذا الامام هنا صفوان بن يحيى مع جلالته يستغرب لانه احيانا الناس يستولي عليهم ما هو المتعارف الاراده الربانيه قد تكون في امور غير متعارفه بيننا الانسان لانه يالف بعض الامور الشيء اللي خارج عن المالوف يستغرب منه وحتى إذا هو جليل هو عالم أحيانا يغفل والغفلة من غير المعصوم ممكنة هسه صفوان بن يحيى من الأجلاء وهو يعتقد بقدرة الله سبحانه وتعالى لكن المألوف شنو هو المألوف أن الإمام يكون إنسان رجل كبير مثلا في السن بلغ مرتبة مثلا من العلم ومن الظاهر كذا فيستغرب الإمام يدفع استغرابه بأمر قرآني وهو أن عيسى عليه الصلاة والسلام نهض بالأمر وهو صغير، لأن الروايات تدل وكذلك الآيات على أن عيسى كان نبيا وهو في المهد، فاستنكروا أن تكون مريم العذراء سلام الله عليها أن تلد ولدا قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا كان عمره ثلاث ثلاثة أيام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا جعلني قبل هاي الأيام الثلاثة الله سبحانه وتعالى جعله نبيا، لكن لم يكن رسولا في ذلك الوقت. ولذا في الروايات ان عيسى عليه الصلاه والسلام بعد ان نطق بهذه الكلمات وبرأ امه الصديقه مريم سلام الله عليها عما اتهموه بها، بعد ذلك صمت لم يتكلم الى عمره صار سنتين مثل سائر الاولاد. متى أصبح رسولاً أصبح رسولاً حينما كان عمره سبع سنين فالنبوة وهو في المهد والرسالة لمن صار عمره سبع سنوات زين عندما كان عمره ثلاث سنوات كان نبياً أو لم يكن نبياً نعم كان نبياً فكيف أنت تستنكر أو تستغرب أن يجعل الله سبحانه وتعالى الإمام في صبي عمره ثلاث سنين مثلا ما بيستنكار ونفس هذه الآية بالنسبة إلى عيسى وبالنسبة إلى يحيى الإمام الجواد بنفسه كان يستشهد بهذه الآيات لدفع الاستغراب مو للقياس لدفع الاستغراب ولبيان قدرة الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى كما انه قادر على ان يجعل صبيا وهو في المهد نبيا، يجعل صبيا كيحيى نبيا، كذلك هو قادر على ان يجعل صبيا عمره سبع سنوات او ثمان سنوات او تسع سنوات يجعله اماما. هذا ليس بعيد عن قدره الله سبحانه وتعالى، مو هذا قياس نقول كما جعل الله النبوه كذا يجعل الامام كذا لا هذا لدفع الاستغراب بيان الكبرى بيان قدره الله بيان قدره الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك الله قادر على ذلك زين لا تستغرب شنو هو الدليل على امامته؟ النصوص عليه علمه الكرامات التي ظهرت على يديه وما الى ذلك احيانا مثلا أنت تذكر فضيلة من فضائل الأئمة عليهم الصلاة والسلام. البعض يستنكر نقول شنو استنكارك يعني أنت تستنكر الكبرى أو الصغرى. تستنكر أنه هذا الأمر غير ممكن. إحنا نثبت لك الكبرى بوقوع هذا الأمر بالنسبة إلى الأنبياء. فالله قادر على أن يعطي الأنبياء هذه الكرامة، وهو قادر على أن يعطي غير الأنبياء هذه الكرامة. زين فالكبرى تثبت بذكر مصداق واحد، مو محال. زين نجي إلى الصغرى، ما هو الدليل على ذلك؟ نقول الدليل الروايات الصحيحة الصريحة. مثلاً اكو رواية صحيحة السند. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول علمنا منطقة الطير الأئمة حينما الطيور تتكلم يعلمون ماذا تقول هذه الطيور جن واحد يستنكر كيف الإمام يعلم منطقة الطير نقول يعني تقول محال لا يمكن نثبت لك ذلك بالقرآن أن الله سبحانه وتعالى علم بعض الناس من مخلوقاته منطقة الطير سليمان عليه الصلاة والسلام ماذا يقول علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء فالله الذي قادر على أن يعلم سليمان وهو نبي منطق الطير قادر على أن يعلم غير سليمان منطق الطير يعني إذا الله يريد فدو... إنسان عادي الآن إنسان عادي يعلم منطق الطير الله يقدر لو ما يقدر قادر أو عاجز قادر زين منتهى الامر لازم تجيب دليل ما هو الدليل على ان الله سبحانه وتعالى علم الائمه منطقه الطير الدليل الروايات الصحيحه مثلا فاذا اذا تشوف الامام الجواد صغير في السن لا تستغرب امامته لان الله قادر على ذلك كما جعل النبوه في عيسى وهو صغير كذلك جعل الامامه في الامام الجواد وهو صغير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على القول الثابت في الحياة الدنيا، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.